ورجعنا حبايب الحلوين من الفاصل، ما زلنا في مكان جميل خالص وعزيز على قلوبنا كلنا، دير ابو سيفين بطموح في وسط اجمل ولاد وبنات ومواهب. ومن شويه يا انكل مايكل انت قدمت لي خورس. كان أنا جميل. انا كمان عندي خورس. كان رائع. انا كمان عندي خورس، ايه رايك بقى واقدمه لك؟ ايه عندنا خورس تاني النهارده في حلقتنا؟ ايه الجمال ده؟ طب مين يا عم ساره بقى؟ امال امال شوف يا ريس، مارتن ميشيل. اتفضل على المايك. بص انا بقدمه واحد واحد. في اودورا عيد جامد. اودورا ده احنا عندنا كمان يعني خورس ولاد وبنات. ومير عماد اصغر حد في الخورس، يلا جنبهم. أمورة. نحوط المايك كده وعاوزكم بقى قربوا شويه، قربوا على المايك. قربوا كمان. برافو. عاوزكم بقى توروا بقى جمال اللحن اللي هتقدمه لنا عشان انكل مايكل يندهش. هما هيقدموا لنا ايه؟ لحن ايه؟ لحن ايه؟ تيشور. جاهزين يا ولاد؟ اه. يلا اتفضلوا. تيشوري انه بتاتي بقى ارسينوس بس اروما برافو عليك يا امير وشطار. اندهشت كمان عشان حلو موضوع الكوكتيل ولاد وبنات وكل حافظ الحان، دي حاجه الحقيقه حلو. جميله ومبهره. من الحاجات الجميله دلوقتي طبعا. من الانشطه الجميله في كنايسنا ان البنات بقوا بيشتركوا في خورس شمامسه وبيحفظوا الحان زيهم زي الولاد، وده شيء جميل خالص. طبعا الاري اشرف. اه الاري اشرف. اشمعنى؟ الاري اشرف برضو موهبه جميله هقدمها لك يا عم شاره. فين الاري؟ يلا بسرعه يا الاري، تعالي بسرعه اقفي كده وورينا. ورينا بقى عشان اظبط لها المايك. انا بقى هدهشك. مش انت دهشتني؟ يلا. مش انت دهشتني؟ اه الاري ازيك؟ جاهزه؟ عندك كام سنه؟ 11 11 سنه. انت اموره هترنم ولا هتقول لك؟ هترنم لنا ترنيمه. ترنيمه ايه النهارده يا الاري؟ ترنيمه يونان. يونان؟ حلو خالص، تعالوا نسمع بقى نتفاجئ. يلا بينا نسمع. يلا بينا نسمع كده. انا الحوت هو الحوت ضخم كبير ضخم كبير بياكل كتير بياكل كتير. مره بلعت حاجه غريبه حاجه غريبه بتهيألي سمكه عجيبه سمكه عجيبه. مره بلعت حاجه غريبه حاجه غريبه بتهيألي سمكه عجيبه سمكه عجيبه. وسمعت صوت بيقول وسمعت صوت بيقول وسمعت صوت بيقول انا فين يا ترى انا فين انا مش عارف انا فين انا فين يا ترى انا فين انا مش عارف انا فين انا خايف مش شايف انا خايف مش شايف انا خايف مش شايف انا خايف مش شايف. انت مين يا اخينا جاي من اي سفينه انت مين يا اخينا جاي من اي سفينه. ده حكاية طويلة. أنا اسمي يونان أنا راجل غلبان وفي يوم من الأيام الرب قال لي كلام. قال لك إيه؟ قال لك إيه؟ قال لي روح بلد بعيدة بعيدة والبلد اسمها نينوى نينوى. قال لي روح بلد بعيدة بعيدة والبلد اسمها نينوى نينوى. والناس اللي فيها عنيدة وأنا اللي عندي الدواء. والناس اللي فيها عنيدة وأنا اللي عندي الدواء. هي الجميل. تعالوا تعالوا يا أفولة. شاطرة خالص. هايل قصة يونان كلها. الترنيمة الحقيقة من الترنيمة الجميلة والرائعة اللي احنا اتعلمناها وحفظناها من زمان، وبتحكي لنا القصة ويمكن الأصحاح بتاعت يونان كلها بتلخصها في ترنيمة جميلة وبسيطة زي ما شفنا. هو خفيف كمان. وفرت رايح وراجع وناس بتسأل وناس بتجاوب، فبتبقى دايما روحة حلوة جدا وسط أصحابنا. يلا عندنا لسه مسابقتنا مكملة وعندنا فرصة لسه كل أصحابنا اللي نفسهم يتسابقوا ولد ولا بنت يلعبوا معانا ولد ولا بنت ولد ولا لسه في ناس متحمسة عايزة تتسابق ولا لأ؟ كله
في ناس متحمسه واللي هيتسابق معانا يلا يا مشوار. هو ساره صادق. ساره تعالى سقف قوي ساره تعالى يا حبيبي مشجع ساره زي ما بنقول لكل اصدقائنا هنخلي كلامنا في المايك ونتعرف بيكي. ساره انت عندك كام سنه؟ 12. كام؟ 12. هايل خالص يا ربي. ومن سنه جاهزه؟ انا الهدايا هي جاهزه بس انت كسبي. يلا خدي مجموعه من انكل مايكل وان شاء الله تفوزي معانا. انا بيكي يا ساره عندنا مجموعات كتير زي ما متفقين مع كل اصحابنا. احنا عندنا كل المجموعات على بعض هم 12 مجموعه اساسيه. في مجموعات اتاخدت زي مجموعه رقم 7 ومجموعه رقم 9. دول مجموعات اتاخدت، اي حاجه غيرهم لسه ممكن نختارها. تختار رقم كام يا ساره؟ صوت عالي. واحد. لا عايزين كده حماسيه. ايوه كده برافو عليك. واحد. المجموعه الاولى اختارتها لنا ساره النهارده. يلا بسرعه نروح على المجموعه رقم 1 ونشوف اول سؤال بتساله لنا السمكه. سمكه نسيته؟ ما نسيتوش. يلا نشوف السمكه هتقول ايه لساره. كمل الايه. كثرة الكلام لا تخلو من نقط، اما الضابط شفتيه فعاقل. الخطيه ولا معصيه ولا الخطا؟ والوقت ابتدى. سؤالنا بيقول ايه بنكملها؟ كثره الكلام لا تخلو من الخطيه ولا معصيه ولا الخطا، اما ضابط شفتيه فعاقل. دي موجوده في امثال 10. هيا ساره خلينا نفكر بالراحه مع بعض. كثره الكلام لا تخلو من نقط، الخطيه ولا معصيه ولا الخطا؟ يا ساره فكر نفكر. اخر كلام. فكري اخر مره يا ساره. كثره الكلام لا تخلو من، قول لها الاختيارات تاني. الخطيه ولا لا تخلو من معصيه ولا تخلو من الخطا، اما ضابط شفتيه فعاقل. معصيه اخر كلام. معصيه اجابه صح. تعالى سؤال جامد قوي 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 يا ساره. كورك طبعا. كثره الكلام لا تخلو من معصيه اما ضابط شفتيه فعاقل، وموجوده في امثال زي ما قلنا 10 19. نرجع ونحفظها. ايه جميله جدا، بتتكلم عن فكره الكلام الكتير والرغي الكتير ممكن دايما يجيب غلط ويجيب اخطاء، لكن او معصيه وهي زي ما مكتوب كده في الكلام. لكن طبعا كلمه خطا هي برضو ممكن تبقى اجابه صحيحه. بنتكلم على نص الايه يقول كده كثره الكلام لا تخلو من معصيه. سؤالنا الثاني هو سؤال الجميل الصغير اللي اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ارنب. كله متفق على الارنب. يلا نشوف الارنب هيسال ساره يقول لها. يعرف يا صحابي والد صموئيل النبي كان اسمه ايه؟ زكريا ولا يوبال ولا القانا؟ والوقت ابتدى. صموئيل النبي بابا كان اسمه ايه؟ كان اسمه زكريا ولا يوبال ولا القانا؟ في المايك. اسمه في المايك. كلمة في المايك يا ساره. زكريا يوبال القانا. اسمه يوبال. متاكده ولا مش متاكده قوي؟ اخر اجابه ليكي ايه؟ زكريا يوبال القانا. صوت عالي في المايك يا ساره. قولي لي اسم والد او بابا صموئيل النبي كان اسمه زكريا ولا يوبال القانا. اخر اجابه هو ليكي ايه؟ زكريا. اخر اجابه؟ قالت زكريا. كانت محتاره بين يوبال وزكريا. وقالت لنا اخر اجابه هي زكريا. زكريا مش مظبوط. القانا هي الاجابه الصح. تعالوا نسال ساره ونشجعها. خدها برضه معلش. سقف لها برضه معلش. طبعا سؤال ممكن يكون صعب شويه. نرجع لها التقديم. نرجع لقصه صموئيل النبي. هنعرف ان ابوه كان اسمه القانا. نتعلم مع بعض وبنعرف ونتلخبطش تاني حتى لو كنا عرفناها ونسيناها نفتكرها كمان يا مبشر. يلا عندنا فرصه تاني. لسه عندنا فرصه بين اصحابنا اللي لعبوا معانا. لسه واللي هيتسابق معانا سؤالنا او مسابقتنا الجايه لمين؟ يريني يا عماد. يريني تعالى نسقف لها جامد قوي. يريني برضه هنخلي كلامنا في المايك على طول. يا ايريني نقرب المايك من بقنا وقول لنا سنك كام سنه؟ 11 سنه. يا رب يبقوا 100. يلا بقى عشان عاوز اوزع الهدايا دي انا مش هروح بيها يعني. ايريني اول حاجه بنعملها ايه؟ نختار رقم المجموعه. عندنا 12 مجموعه اسئله. دي مجموعه اتاخدت رقم 1 و7 و9. اي مجموعه ثانيه ما عدا 1 و7 و9 تختار رقم كام؟ رقم 3. 3 اختارت لنا ايريني رقم 3. مجموعه جميله لسه ما اخترناهاش، محدش اختارها. ندخل بسرعه على المجموعه الثالثه ونشوف اسئلتها. هي اول سؤال بتساله لنا السمكه. تعال نسمع ونشوف السمكه هتقول ايه لايريني. فاكهه مرتبطه بعيد النيروز، ايه هي؟ العنب ولا البلح
ولا الكمثرى والوقت انتبه. سهلة يا ريني، عندنا في شوية فواكه كده بيرتبطوا بعيد النيروز وعيد الشهداء يعني المقدسين. فاكهة مرتبطة بعيد النيروز، العنب ولا البلح ولا الكمثرى؟ هي واشهرهم البلح فعلا. اجابة صح. تعالوا نسأل جامد قوي. برافو يا ريني، شاطرة، برافو عليك. في حاجة تانية غير البلح؟ في الجوافة، برافو عليكي. في حاجة تانية؟ في بين البصل، صح يا مشرة؟ أحيانا، مش في كل الأماكن. بس طبعا الفواكه المعروفة جدا البلح، ويمكن الجوافة والبلح يمكن كان أشهرهم دايما في درس أحد كانوا يعلمونا كده ويوزعوا لنا بلح. هنا البلح المقصود بيه كرمز إنه قد كده من بره لونه أحمر بيرمز لدم الشهداء، قلبه أبيض زي قلوبهم، النوايا بتاعته جامدة وصلدة زي الإيمان المسيحي. صحيح. وقلبه وكمان من جوه أبيض، فهو بيقول عن القلب الأبيض بتاع الشهداء والقديسين. إجابة مظبوطة، شاطرة يا رين. يلا سؤال التاني، سؤال جميل خالص، وبيسأله لنا الأرنب شطار. يلا نسمع ونشوف الأرنب هيقول إيه لإيرين. رغم إن حجمه صغير لكن خلى بطرس يبكي، يا ترى هو إيه يا صحابي؟ الغراب ولا الديك ولا الحمامة؟ والوقت ابتدى. سؤالنا كان بيقول رغم حجمه صغير لكن خلى بطرس يبكي، فالزورة دي ها؟ حجمه صغير بس خلى بطرس يبكي. هو مش هو اللي خلى بطرس يبكي، بس الموقف نفسه. كان مين ده؟ كان الغراب ولا الديك ولا الحمامة؟ الديك لما عمل ايه؟ لما صاح الديك ثلاث مرات، صح كده؟ اجابتك صح. تعالوا نسأل جامد كده على ريني. ده طبعا وقت انكار لبطرس لمعرفته برب المجد يسوع، وطبعا ده موجود في متى 26 والايات الاخيره 74 و75. بشكرك جدا يا ريني شاطره. ودلوقتي هنروح على سؤالنا الشقي والبيلخبط ده، اللي هو سؤال القرد. تعالوا نشوف، نسمع القرد هيقول ايه لريني. من انا؟ كتبت ثلاث رسائل وسفرين في العهد الجديد، يوحنا الحبيب ولا لوقا الطبيب ولا بولس الرسول؟ والوقت ابتدى. يوحنا الحبيب. كتب ثلاث رسائل، سفرين في العهد الجديد، مين دول؟ مين هو؟ يوحنا الحبيب، لوقا الطبيب، بولس الرسول؟ قلت لي يوحنا الحبيب. يوحنا الحبيب كتب ثلاث رسائل وكتب سفرين. جبتك صح. تعالوا نسقف جامد قوي يا ريني. طبعا برافو عليها، شاطره جدا، بشكرك. ايه الحاجات اللي كتبها يوحنا؟ ودي بقى المرجعة عشان ريني قالت لنا ان هو كتب ثلاث رسائل، وهما رسائل بتوعه، اللي هو رساله يوحنا الاولى ورساله يوحنا الثانيه ورساله يوحنا الثالثه، صح؟ لكن ايه كمان؟ احنا قلنا ثلاث رسائل، وقلنا كمان ان هو كتب سفرين في العهد الجديد، سفرين اللي هو الانجيل بتاعه طبعا، انجيل يوحنا، وكمان كتب سفر الرؤيه. برافو عليك يا ريني، اجابه مظبوطه. دلوقتي وصلنا مع ريني السؤال الرابع والطويله بتاعتنا، او الزرافه. يلا نشوف نسمع الزرافه هتقول ايه. ريني، ما هو الغاز الذي يستخدم في الطيران المنضاد؟ يا ترى النيتروجين ولا الهيليوم ولا الاكسجين؟ والوقت ابتدى. غاز يستخدم في طيران المنضاد، هل هو النيتروجين ولا الهيليوم ولا الاكسجين؟ الاكسجين. حاجه كده بتخلي الحاجه تطلع لفوق جامد. الاكسجين. منطاد، عارفه المنطاد اللي هي ايه؟ زي البالونه الكبيره، الحاجات اللي بتطلع لفوق، صح يا بشاره؟ مش بالظبط. عامله ازاي؟ قول لنا يا بشاره. ده ما بيشتغلش بالغاز، ده بيشتغل بتفريغ الهواء من خلال السخونه، انما المنطاد بيبقى جسم شبيه للطياره. تمام. بالون كبير وبيرتفع بالهيليوم، انما بيتحرك بموتور. عظيم. طيب ايه الحاجه بقى اللي بترفعه؟ الحاجه اللي بترفعه دي، هل هو غاز النيتروجين ولا الهيليوم ولا الاكسجين؟ ها يا ريني، ها؟ سؤال سهل. ايه الحاجه اللي ممكن ترفع المنضاد ده او منطاد ده عن الجو او عن سطح الارض؟ هل هو النيتروجين، هيليوم، اكسجين؟ اخر اجابه ليك بسرعه هتكون الهيليوم. غاز الهيليوم اللي بيرفع الحاجه في الهواء. اجابتك صح. تعالوا نسقف جامد جدا. برافو يا ريني، شاطره. برافو يا ريني.
الحقيقه والله غاز الهيليوم من الغازات اللي هي اقل كثافه من الهواء، فدايما لو حاطط جوه حاجه حتى لو بالونه صغيره تطلع على طول لفوق. برافو عليك يا ايرين. دلوقتي وصلنا مع ايرين لاخر سؤال، وسؤاله الاسد اخر سؤال واخر تحدي لنا مع ايرين. تعال نشوف الاسد هيقول ايه. من هي اول اسره عرفت الموسيقى في الكتاب المقدس؟ أسرة يوبال ولا أسرة داود ولا أسرة نوح؟ والوقت ابتدى. السؤال بيتكلم على أول أسرة في الكتاب المقدس عرفت الموسيقى بشكل عام، هل هي أسرة يوبال ولا أسرة داود ولا أسرة نوح؟ موجودة على فكرة في تكوين 4 أول إصحاحات سفر التكوين. مين العيلة اللي عرفت الموسيقى؟ هل هي عيلة أو أسرة يوبال أو أسرة داود أو أسرة نوح؟ فكري فكري، معنا وقت أو ما عندناش وقت قوي يعني، فكري بسرعة. أسرة يوبال، أسرة داود، أسرة نوح. داود. داود متأكدة؟ آخر كلام، مش عايزة تفكري أكتر. ها إيرين الوقت خلص، بس بسرعة إيرين. ثواني. يوبال، أسرة يوبال قالت لنا أسرة يوبال إيرين، يمكن بعد شوية تفكير بعد تردد بين أسرة داود وأسرة يوبال. الحقيقة أسرة يوبال هي الإجابة الصح. تعالوا نسقف جامد قوي لإيرين. أقولها مبروك يا إيرين، اتفضلي يا حبيبتي. بشكرك يا ريني. أسرة يوبال اللي هي أول أسرة في الكتاب المقدس زي ما قلت يمكن في تكوين 4، هنقراها ونسمعها إن هم من أول الأسر اللي عرفت المزمار والعود، وكانت هي من أول الأسر الموجودة في الكتاب المقدس اللي عرفت الموسيقى بشكل عام. الوقت الجميل بيجري بسرعة، وده للأسف وقت حلقتنا تقريبا انتهى مايكل، بس كنا عاوزين نعرف النهاردة عندنا كام فائز. الحقيقة النهاردة يوم جميل خالص، انبسطنا وفرحنا وشفنا مواهب جميلة خالص وخورس ألحان أكتر من خورس ألحان وترانيم وحاجة جميلة خالص، لكن الحقيقة اللي كسبوا معانا في المسابقة النهاردة كانوا 2، كان فادي وإيرين. مبروك لفادي وإيريني. وقبل ما تخلص حلقتنا حبايبي النهاردة، تعالوا سوا نتعرف على آية جميلة خالص يمكن مناسبة جدا لحدوتتنا النهاردة. كنا النهاردة بنتكلم عن إيه في الحدوتة؟ الادخار. برافو عليك يا مايكل، انت كنت مركز في الحدوتة. قصة نتعلم. والآية بتاعتنا النهاردة من رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح السادس عدد 19، وبتقول مدخرين لأنفسكم أساسا حسنا للمستقبل. تعالوا نقولها سوا، مدخرين لأنفسكم أساسا حسنا للمستقبل. للأسف الوقت خلص يا مايكل، بس وقتنا رائع الحقيقة، فعلا انبسطت قوي النهارده يا عم شرف. وقت جميل، مكان جميل ورائع، زي ما شكرنا كل القائمين على المكان، وطبعا على رأسهم نيافة الحبر الجليل الأنبا صمويل. بشكركم جدا لكل الناس اللي اتفرجوا على حلقتنا النهارده، وبشكر كل أصحابنا الجمال الحلوين اللي كانوا موجودين معانا في حلقتنا النهارده، ونقول للكاميرا إيه كلنا؟ باي باي. يلا نقول لأصحابنا باي باي.